السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم. شرف كبير لنا أن نجتمع معكم في هذه الأمسية. نحن هذا وقت المساء عندنا، وربما يعني في باريس كم الساعة الآن؟ الساعة 2:30 بعد الظهر. نعم بعد. مرحبا بكم ونشكركم على أنكم لبيتم على دعوتنا. أنا أشكركم، وهذا شرف كبير لي. شكرا. مرحبا بكم دائما. الله يخليك. دكتور ناسين. نعم نبدأ بدون أن متأخر. بس بقيت دقيقة واحدة. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أستاذ مجيد، ما شاء الله، مرحبا بك. حبا للأستاذ إلياس أنا انضممت، أنا مطلع على أعماله المبهرة، إن شاء الله سوف نستفيد من محاضرة اليوم. مرحبا بك يا أخي. أهلا بك. نحن سعداء بانضمامك إلينا كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الماجد قاضي، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية، وضيفنا ضيف شرف الأستاذ الدكتور إلياس خوري، وسعادة الأستاذ الدكتور محمد أيوب الندوي، والأستاذ الدكتور حبيب الله خان، والأستاذ الدكتور فوزان أحمد، والدكتورة هيفا شاكري، والدكتورة أورنجزيب العازمي، والدكتور صهيب عالم، والدكتور محفوظ الرحمن، والدكتور عزمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور مجيب الرحمن قبلنا جميعا. الدكتور مجيب الرحمن معنا كذلك. نعم، الأستاذ الدكتور مجيب الرحمن من جامعة جواهر لال نهرو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التوسيعية الرابعة التي سيشاطر فيها الأستاذ الدكتور إلياس خوري تجربته في مجال الكتابة الإبداعية. ونحن سعداء جدا باللقاء مع روائي وكاتب مسرحي وناقد أدبي شهير من لبنان، وهو الأستاذ الدكتور إلياس خوري المحترم. ولد الأستاذ الدكتور إلياس خوري عام 1948 بمنطقة الأشرفية في بيروت، ودرس علم الاجتماع والتاريخ في جامعة بيروت، ثم انتقل عام 1970 إلى باريس لمواصلة دراسته في المجال ذاته. وعندما عاد إلى لبنان كان للقضية الفلسطينية أثر عميق في ذاته، فأصبح باحثا في مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت. وهنا أصبح الأستاذ خوري مفكرا عاما يمثل دورا رئيسيا في المشهد الثقافي العربي وفي الدفاع عن حرية التعبير والديمقراطية، وأصبح من رواد الأدب العربي الحديث الذي يسعى لخلق أبعاد جديدة في حركة الحداثة ونقل المعاناة. المحاضرون كثير من الطلاب هم ينضمون الآن وأنا مسؤول. الأستاذ خوري بدأ حياته المهنية كناقد أدبي في كتاب البحث عن أفق الرواية العربية عام 1974، وعمل مديرا فنيا لمسرح بيروت بين عامي 1988 بين عام 1992 وعام 1998، ودرس في الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة كولومبيا في نيويورك، ودرس في جامعة نيويورك مادة دراسات الشرق الأوسطية والإسلامية. يعرف أيضا
باسم الكاتب المسرحي، له ثلاث مسرحيات عرضت في بيروت وباريس وبرلين وفيينا وبادل، كما شارك البروفيسور خوري في كتابة في الميني. في عام 1967 ذهب إلى الأردن حيث زار مخيم اللاجئين الفلسطينيين، ثم انضم إلى حركة فتح التابعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، وشارك في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في عام 1975 وأصيب بجروح خطيرة، وفي عام 1975 نشر روايته الأولى بعنوان عن علاقات الدائرة. من عام 1975 إلى عام 1979 عمل سكرتيرا تحريريا لمجلة شؤون فلسطينية، كما شارك في تحرير كل من مجلة مواقف والطريق. في عام 1981 كان مدير تحرير مجلة الكرمل، وبين عام 1983 إلى عام 1990 كان مدير تحرير القسم الثقافي لجريدة السفير اللبنانية. وفي عام 1998 أصدر رواية باب الشمس التي لاقت نجاحا غير معهود وحصلت على جائزة دولة فلسطين للرواية، وحولت في عام 2004 إلى فيلم سينمائي من إخراج يسري نصر الله. شغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافي الأسبوعي لجريدة النهار اللبنانية منذ عام 1993 حتى عام 2009، كما يشغل الأستاذ خوري منذ عام 2011 منصب رئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية. حاز في عام 2011 على وسام جوقة الشرف الإسباني من رتبة كوميندور، وهو على وسام منحه الملك خوان كارلوس تكريما لمساره الأدبي، وفاز بجائزة اليونسكو للثقافة العربية لعام 2011 تقديرا للجهود التي بذلها في نشر الثقافة العربية وتعريف العالم بها. في عام 2013 حلت رواية باب الشمس المرتبة 68 على لائحة أفضل 100 رواية في التاريخ حسب موقع ليست ميوز العالمي، كما حصل في عام 2016 على جائزة كتارة للرواية العربية، الدورة الثانية في فئة الروايات العربية المنشورة عن رواية أولاد الفيتو اسم آدم الصادرة في نفس العام. الحضور الكرام، نحيطكم علما أن الباحث الأخ أشرف أخلاق يواصل الدكتورة حول موضوع القضايا الاجتماعية والإنسانية في روايات إلياس خوري دراسة تحليلية نقدية، وهذا من بواعث الفخر والاعتزاز لنا جميعا. نرحب بكم ترحيبا بالغا أصالة النفس ونيابة عن قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور إلياس خوري. بعد هذه النبذة الموجزة أنا أريد أن أعرف هذه الجامعة بالإيجاز. هذه الجامعة الملية الإسلامية هي تابعة لحكومة الهند المركزية، وهي قد أكملت 100 سنة وسنة منذ تأسيسها في عام 1920 خلال حركة الاستقلال من الحكم البريطاني. قد نالت هذه الجامعة المرتبة الأولى بين الجامعات الهندية المركزية في عام 2020، والجدير بالذكر أننا سمعنا هذا الخبر السار حينما كنا نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس هذه الجامعة، فازداد سرورنا وشكرنا نعمة الله علينا. توجد في هذه الجامعة 9 كليات، وهي كلية اللغات والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم الاجتماعية، وكلية الهندسة والتقنية، وكلية العلوم الطبيعية، وكلية الحقوق، وكلية الفنون الجميلة، وكلية طب الأسنان، وكلية التربية، وكلية الهندسة المعمارية وعلم الأمران. وهذه الكليات تشتمل على 70 قسما ومركزا تؤفر 223 تخصصا، يدرس فيها أكثر من 17,000 طالب وطالبة. وفي الجامعة 7 مدارس للتعليم قبل الجامعي،
يدرس فيها أكثر من 6000 طالب وطالبة، وإن عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين هو 1934 حسب إحصائيات الجامعة لعام 2021. أما قسمنا قسم اللغة العربية وآدابها فهو يوفر تخصص اللغة العربية من مستوى بكالوريوس إلى الدكتوراه بجانب الشهادة والدبلوم والدبلوم العالي. يدرس في قسمنا 10 أساتذة، كما يدرس فيه أكثر من 300 طالب وطالبة. بهذه الكلمات أنا ألتمس بكل احترام من ضيف شرف الأستاذ الدكتور إلياس خوري بأن يشرفنا بكلماته مشكورة، فليتفضل مشكورة. أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذه الدعوة الكريمة، وأنا فعلا أشعر بالاعتزاز أن أكون بينكم وفي هذه الجامعة العريقة وبين هذه النخبة المحترمة من الأساتذة والطالبات والطلبة، وكمان أنا أتشرف بأن التقيت الأستاذ أشرف الطالب الذي يعد أطروحة الدكتوراه عن أعمالي في بيروت، وكان لقاء ممتعا ومفيدا له ولي على ما أأمل. تطلبون مني أن أتكلم عن تجربتي، وأنتم تعرفون أن الكاتب هو آخر من يحق له أن يتكلم عن نفسه، فالذي يتكلم عني هو الأعمال التي وقعتها، وهي تعبر عن مراحل مختلفة من تطور الكتابة وتطور الوعي وتطور الأشكال وتطور العلاقة بطرفي العملية الإبداعية، أي بالواقع وبالخيال. فالواقع يتحول خيالا والخيال يتحول واقعا، والحقيقة أنني أواخر عام 2013 أصبت بالذهول حين عرفت أن مجموعة من الطالبات من الشابات والشبان الفلسطينيين تقدر بحوالي 250 قاموا باحتلال منطقة تقع على مشارف مدينة القدس وهي مخصصة للاستيطان الإسرائيلي، وبنوا عليها قرية وأطلقوا عليها اسم قرية باب الشمس. يعني هذه هي إحدى المرات النادرة، إن لم تكن المرة الوحيدة التي أعرف عنها، التي يتحول كتاب إلى حقيقة، يتحول عمل خيالي إلى عمل ملموس وواقعي في التاريخ. وهذه القرية، لا أدري إذا كنتم تعلمون بس أنا متأكد أن أشرف يعرف كل هذا، هذه القرية صمدت 3 أيام ثم قام جيش الاحتلال بتدميرها، فصارت إحدى القرى 420 الفلسطينية المدمرة، ولكن الشابات والشبان أعادوا بناءها من جديد في المكان نفسه، فدمرت مرة أخرى ثم أعادوا بناءها في مكان آخر تحت اسم قرية أحفاد يونس، ويونس كما تعلمون هو الشخصية الرئيسية في الرواية، وأعيد تدميرها للمرة الثالثة. فأنا الآن عمليا أملك 3 قرى في فلسطين، وإن شاء الله بعد التحرير سأدعوكم إلى القرى التي أملكها وتكونون على الرحب والسعة، وهناك سنقيم أجمل الندوات لنحتفل معا بحرية فلسطين من نير الاحتلال
الإسرائيلي ولنحتفل معا بمبدأ الحرية الذي أعتقد أن الأدب والكتابة هما وجهه الآخر. تجربتي، ما هي تجربتي؟ لا أعتقد أنني أملك تجربة واحدة، فأنا مع كل رواية كنت أتعلم أشياء جديدة وكنت أتغير. مرة كنت قد كتبت مقالا في صحيفة هي القدس العربي، اتصل بي أحد النقاد وقال لي هذا برهان أكيد أن آدم دنون وهو بطل وراوي رواية أولاد جيتو هو أنت، لأنه من الواضح أنه يتكلم مثلك. فأجبته يا عزيزي لماذا لا نفترض العكس، بدل أن تقول أن آدم دنون يتكلم مثلي أنا الآن صرت أتكلم مثله. فعمليا بمعنى أنني أقلده، أقلده هو. فعمليا الكتابة هي رحلة إلى الآخرين، ليست تذهب إلى داخل نفسك لتكتشف الآخرين، تسافر إليهم وتتعلم منهم. وفي كل تجربة وفي كل كتابة وفي كل نص كنت أكتشف أشياء جديدة. أنا أكتب لأكتشف، لا أكتب ما أعرفه، أكتب ما أريد أن أتعرف إليه وأذهب إليه وأتعرف إليه. لذلك ففي مجمل رواياتي كما سيلاحظ الناقد النقاد هناك بحث طويل ومحاولة لجمع حكايات تماما مثل السندباد. تعلمون أن السندباد في ألف ليلة وليلة في رحلاته السبع كان يسافر من أجل أن يعود إلى بغداد كي يروي ما شاهد. فأنا أسافر في هذه الروايات إلى أماكن جديدة إلى أشخاص جدد كي أعود إليكم وأخبركم ما شاهدته وأنقل لكم ما أخبرني به أبطال هذه الروايات. هذا لا يعني أن أبطال رواياتي حقيقيون إلا بالمعنى المجازي العميق للكلمة، فهم يصبحون حقيقيين ويصبحون ربما أكثر حقيقية منا. فأنا حتى الآن على علاقة روحية بخليل أيوب وبيونس وبآدم وبغند الصغير وحنا المالح وبنهيلة وشمس وداليا وغيرهم وغيرهن من أبطال رواياتي، إلى درجة أنه حصلت معي حادثة وكنت أناقش وكان هناك حلقة نقاش ودراسة في الجامعة في باريس وكانت مخصصة لدراسة رواية باب الشمس، وكانت قاعة مكتظة بالأساتذة والطلبة. فقامت امرأة بدت لي كهلة، أي لا علاقة لها، ليست لا أستاذة ولا طالبة. وفي نهاية النقاش رفعت يدها وسألتني الآن أنا متأكدة أنك تعرف نهيلة اللي هي بطلة باب الشمس، فأرجوك أخبرني أكثر عنها لأن ما كتبته لم يروي غليل. هذه امرأة أنا أحببتها وأريد أن أعرف أكثر عنها. فأجبتها يا سيدتي هذه امرأة متخيلة عتزي. فقالت لي لا 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 أنت لا تقول الحقيقة الآن، هذه امرأة حقيقية. قلت لها يا سيدتي لو كانت نهيلة امرأة حقيقية لتزوجتها بدل أن أكتب رواية عنها، لأنني أنا أيضا
معجب بها. فعندما انتهت الندوة لحقت بهذه المرأة وقالت: الآن بيني وبينك أعرف أنك أديب وأنتم الأدباء تريدون أن توحوا للناس أن عندكم خيال وإلى آخره، وخاصة الأساتذة والطلاب. أوكي، قلت ما قلته أمام الطلاب، الآن قل لي الحقيقة. قلت له: والله هذه هي الحقيقة. ونظرت إلي هيك باحتقار وقالت لي: أنت كاذب ومدد. فلحقت بها وقلت لها، لحقت بها قلت لها: بس لحظة يا سيدتي، انتظريني لحظة، أريد أن أقول لك شيئا. قالت: الآن ستعترف. قلت لها: سأعترف. اقتربت منها وقلت لها: أريد أن أقول لك أن هذا أجمل مديح يمكن أن يقال لكاتب، أن تصدقي روايته ولا تصدقيه هو. فأنا أدعوكم أن تصدقوا الروايات ولا تصدقوني. أنا أحاول عندما أتكلم عن رواياتي، أو عندما سنتكلم الآن لأنني أنتظر أسئلتكم، عندما سنتكلم عن رواياتي أحاول أن أحلل كأي محلل. يعني أقدم تأويلي، لأنه النص والأدب بشكل خاص، الأدب حمال تأويل، حمال أوجه مختلفة وتأويلات متعددة. فأنا أقدم تأويلي، ولكن الحقيقة أن ما يؤوله القراء هو الحقيقة الفعلية لما نكتبه نحن. فنحن لسنا سوى أدوات للكتابة، نحن لسنا سوى ناقلين للتجربة الإنسانية كما طبعا نختبرها ونتفاعل بها ونعيشها. ولكن حصاد هذا الكلام الذي يكتب هو ليس ملك لكاتبه، هو ملك للقارئ. فالكاتب يا إخوتي وسادتي وسيداتي، الكاتب هو أكثر عنصر هامشي في العملية الأدبية. إذا كتب رواية سيئة سينسى هو وروايته، وإذا كتب رواية عظيمة سيتذكر الناس أبطال روايته وينسونه. فهو أيضا معرض للنسيان. يعني عندما نفكر الآن في شخصيات تركت طابعها الكبير على الأدب في العالم، عندما نفكر في شكسبير، من نعرف أكثر، شكسبير أو هاملت؟ أنا لا أعرف لا نعرف قليل عن شكسبير، لأنه لا يهمنا من هو شكسبير، لكننا نعرف الكثير عن هاملت. فإذا الكاتب مهم كتوقيع، مهم كمسار، مهم كتجربة، كإنسان يرضى بأن يمحو ذاته ويميتها من أجل أن يتجلى فيه النص، أو أن يتجلى فيه الشخصيات ويتجلى فيه النص الأدبي. إنه يشبه المتصوفين، يشبه التجربة الصوفية في جوهرها، بمعنى أن المتصوف يخلي نفسه، يتنازل عن ذاته كي تتجلى فيه الذات العليا. الأديب أو الكاتب يتخلى عن ذاته كي يتجلى فيه المجتمع، يتجلى فيه الأسئلة الإنسانية الكبرى، يتجلى فيه الألم الإنساني، يتجلى فيه التجربة المرة التي يعيشها الإنسان، وخصوصا في عالمنا الثالث، وخصوصا في المشرق العربي من حيث أنا أتيت، مع تجربة النكبة الفلسطينية والنكبات المتتالية، مع تجربة نكباتنا بالمستبدين في العالم العربي، مع تجربة القمع الوحشي الذي تتعرض له مجتمعاتنا العربية. إذن نمحي كي
تتجلى هذه الصور فينا أي بما نكتبه، وفي اللحظة التي نكتب فيها نكون قد أدينا ما هو مطلوب منا، أي نكون واسطة ليس فقط لنقل التجربة ولكن لإعادة التفكير بها، لصوغها، لإعادة بناء لغتها وترجمتها في لغة حديثة ومعاصرة تخاطب وعي القراء. المسألة الأساسية في عملية الكتابة هي النغوص في التجربة. يعني مثلا كي أكتب رواية باب الشمس قضيت 7 سنوات في المخيمات الفلسطينية، ولم أقضيها كعالم أنثروبولوجيا، قضيتها كجزء منها. تعلمت هناك اللغة، تعلمت هناك التجربة، تعلمت هناك معاناة الناس، تعلمت هناك معنى الحب العميق، وثم حاولت أن أصيغ كل ذلك في رواية. وصوغ كل ذلك يتطلب تهيئة وإعدادا وجرأة. جرأة بمعنى أن تقبل أن تجد نفسك في حوار ليس فقط مع الكتاب الأحياء، ولكن في حوار مع كل الأدب العربي والعالم. فالأدب هو المكان الحقيقي الذي يتم فيه الحوار بين الأحياء والموتى. فيه نسمع أصوات الأدباء، الأدب الذي كتبه الموتى، ومن خلاله نضع أصواتنا أمامهم ونقارنها بتجربتهم ونتعلم منهم ونريهم كيف تطورت اللغة، كيف تغير العالم من دون أن نخون المبادئ الإنسانية السامية التي تعلمناها منهم. هذا الكلام عن التجربة الملموسة، أو هذا خياري أنا ككاتب، طبعا هناك كتاب يختارون أشياء أخرى. هذا خياري ككاتب في الحقيقة تعلمته من كتاب الرئيسي، هو ألف ليلة وليلة، الذي أعتقد أنه هو أعظم كتاب أدبي في تاريخ العالم، لأن ألف ليلة وليلة يجعل من الحكاية مرآة للحكاية التي تليها. فنحن أمام مجموعة من المرايا التي تعكس بعضها وتعكس الواقع وتأخذنا إلى عالم يمتزج فيه السحري بالمحتمل. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ألف ليلة وليلة هو درس بليغ في الصراع الاجتماعي، الصراع بين الثقافة والسلطة، بين شهرزاد التي تروي الحكايات وبين شهريار الملك المجنون. وفي النهاية الثقافة تروض الجنون وتنتصر عليه. وهو ثالثا فتح هائل في مجال إعطاء اللغة لمصدرها الأنثوي. في اللغة العربية، لا أعلم في الهندية في لغاتكم، في اللغة العربية اللغة مؤنث، فالأصل اللغوي مؤنث. فإعادة تأنيث اللغة أي تحريرها من الذكورية والتسلط والقمع، وإعطائها هذه الملامح الإنسانية النبيلة
التي لا تجد تعبيرها إلا في العلاقة الرحمية مع المرأة. لذلك نحن نقول نتراحم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة وهي كلمة مشتقة من الرحم هي جوهر نضال الإنسان من أجل أن يصبح أكثر إنسانية. الآن أنا في صدد كتابة إنهاء عمليا الجزء الثالث من ثلاثية أعمل عليها منذ 7 سنوات وهي بعنوان أولادي جيتو، وفيها أروي قصة فوجئت أن الكثيرين حتى من إخواننا الفلسطينيين لا يعرفونها، وهو أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل المدن الفلسطينية وطرد أولا وأقام مجازر ثم طرد أغلبية سكانها، فرض على من تبقى من السكان الإقامة في أماكن صغيرة من المدينة وسيجها بالأسلاك الشائكة، وأطلق الجنود الإسرائيليون عليها اسم الجيتو. وأنتم تعلمون الجيتو هو الصفة التي كانت تطلق على أحياء اليهود المقفلة في أوروبا. نحن في العالمين العربي والإسلامي لم نعرف الجيتو لأننا لم نعرف هذه العنصرية تجاه اليهود. فتعلم فالفلسطينيون أصيبوا بالذهول من هذه الكلمة واعتقدوا أن كلمة جيتو تعني حي العرب. فذهبت إلى جيتو إحدى المدن وهي مدينة اللد التي شهدت أكبر مذبحة في حرب النكبة عام 1942، مئات القتلى في البيوت وفي الشوارع بطريقة وحشية جدا، ثم طرد سكانهم ومن تبقى منهم عاشوا في جيتو مقفل. فأنا رويت حكاية هذا الجيتو من الداخل، واقتضى مني ذلك عملا كبيرا كان الأجدر أن يقوم به المؤرخون، ولكن للأسف لم يقوم به أي مؤرخ، وهو تجميع قصص الجيتو وقصص الناس في هذه الأحياء المقفلة وبعث الحياة فيها وإعادة تشكيلها، ليس فقط كي ندافع عن ذاكرتنا، ولكن لأنني أعتقد كي نقاوم في الحاضر. فنحن لا نقاتل من أجل الذاكرة إلا بأننا نقاتل في الحاضر، نقاتل الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الذي لا يزال يمارس إلى الآن في فلسطين. المسألة الأدب ليس مستودع الذاكرة إلا بوصفه تعبيرا عن الحاضر، تعبيرا عن الذي نعيشه الآن والذي نختبره والذي يحتاج إلى لغة تعبر عنه. طيب خلاص، أعتقد أنني رسمت الخطوط العريضة لتصوراتي، وأنا الآن في انتظار ملاحظاتكم، تقييمكم، أسئلتكم، وشكرا. قبل هذه المحاضرة كان قد أخبرني أشرف أخلاق أن الأستاذ الدكتور إلياس خوري ويحب الحوار، يعني هو يريد أن يسأله الطلاب والباحثون كي يجيب عليهم. فالآن نفتح باب الأسئلة، وأولا أنا أدعو الأخ أشرف أخلاق لأنه هو باحث ويستطيع يرفع إلى حضرتك بعض الأسئلة المهمة. فأشرف أخلاق تفضل يا أخي.
أولا أشكر الأستاذ الضيف إلياس خوري على هذه المحاضرة القيمة، وكما أشكر الأستاذ لإتاحة هذه الفرصة لطرح بعض الأسئلة. كان وأنا أعرف أن الوقت ضيق، ولذلك أنا أريد أن أطرح بعض الأسئلة باختصار. أستاذ إلياس، كما رأينا أنك كتبت روايات تتناول عن الحرب الأهلية اللبنانية، وكذلك روايات أخرى تتناول القضية الفلسطينية. نرى هذه القضيتين رئيسيتين في رواياتك، ولكننا يعني اندهشنا بأن رواية باب الشمس نالت إعجابا أكثر بكثير من رواياتك الأخرى، وهي تتحدث عن معاناة الفلسطينيين، ورواياتك التي تناولت الحرب الأهلية اللبنانية هي الروايات التي كتبت ما شاهدت بعينيك، هي تجربتك الشخصية، ولكن رواية باب الشمس هذه التجارب سمعت من الآخرين، فكيف تفسر يعني لماذا يعني هذا الفرق، ولماذا الرواية التي سمعت أحداثها عن الآخرين نالت إعجابا أكبر مما شاهدت بعينيك؟ هل هناك تفسير لذا؟ لا، الحقيقة بدك تسأل الخراء، مش تسألني إلي بس. لا طبعا، أنا بفتكر لأنه باب الشمس في المرحلة التي كنت فيها، يعني هي نشرت عام 92، يعني كنت بات في التسعينات. قبلها كنت ناشر حوالي 6 روايات، بينات روايات بالغة الأهمية، يعني ترجمت إلى كل لغات العالم، رحلة الرمل الصغير ومجمع الأسرار وإلى آخره، والجبل الصغير. ولكن أولا أعتقد أني في باب الشمس على المستوى الكتابة فيها أكثر رجع وأكثر، يعني كل محاولات الوصول إلى شكل حديث وشكل معاصر لألف ليلة وليلة تجسدت في باب الشمس، هذا أولا. ثانيا، لأنه باب الشمس تروي حكاية لم تروى على الإطلاق، يعني للأسف الشديد الأدب الفلسطيني، وهناك كبار يعني أنا تتلمست على أيديهم كأميل حبيبي وغسان كنفاني وجبر إبراهيم جبرة وآخرين من روائيين لم يكتبوا ماذا جرى خلال النكبة. باب الشمس كانت أول رواية، طبعا تبعها العديد من الروايات، كانت أول رواية تروي بالتفاصيل وقائع الندوة في أحد مناطق فلسطين في شمال فلسطين، اللي هي في الجليل. وأنا اخترت الجليل لأنه اللاجئين الفلسطينيين بلبنان كلهم من الجليل، لأن الجليل هو أقرب نقطة، يعني أقرب شيء للجليل هو لبنان، هو جنوب لبنان. ولأني أنا بعرف الجليل، يعني لأنه أنا عندما كنت شابا كنت أقف على حدود الجليل، ومرات كما تعلم نتسلل إلى الجليل، فالجليل بالنسبة لي تجربة شخصية وليس فقط تجربة سماعية. النقطة الثالثة والمهمة كثير هي أنه الرواية، تعرف فكرة رواية باب الشمس أساسا لم يكن قصد منها أن أكتب عن النكبة. القصد يعني الفكرة تبع باب الشمس الأساسية كانت أن أكتب قصة حب، وأن أكتب قصة حب عكس كل قصص الحب في الأدب. قصص الحب في الأدب هي تدور بعد الفراق، تدور عن الفراق، تدور عن الشوق، يعني قيس وليلى وروميو وجولييت، الموت، الانتحار والموت، روميو وجولييت، عطيل وديزدمونة، القتل، جميل وبسينة، وعشرات حكايات الحب في الأدب هي دائما كتابات عن الفراق. أنا أردت أن أكتب أردت
قررت أن أكتب قصة حب ليس عن فراق بل عن لقاء، عن حياة مشتركة، عن حب رجل لامرأة أحبها وصارت زوجته وبقي على علاقة غرامية بها، على عكس ما كتب جميع الكتاب. يعني عادة لا أعرف إذا أحدا كتب عن حبه لزوجته، عادة الحب بصير بمحل تاني. فبس لأنه يونس كشخصية هو لاجئ فلسطيني عايش بلبنان وزوجته عايشة بجليل، كان يتسلل إلى الجليل من أجل أن يلتقي بها، وكل مرة كان يريد أن يلتقي بزوجته كان في خطر الموت. فلأنه هذا وضعه جغرافي اضطررت ورأيت أنه من الضروري أن أكتب الخلفية، خلفية قصة الحب هذه. خلفية قصة الحب هذه هي قصة النكبة، هي نكبة 42. فعمليا اجتمع في هذه الرواية عدة قصص، قصة حب أنا برأيي جميل جدا، وشخصية نهيلة ساحرة، فعلا ساحرة. أنا هلأ يعني لا أزال أحب هذه المرأة يعني تعرف ابن حزم عنده كتاب اسمه طوق الحمامة، كتب فيه عن أشكال الحب المختلفة. لا أعتقد أنه كتب عن حب امرأة تتخيلها، بس كتب عن أشياء شبيهة بهذا. فأنا هذه المرة لا أزال أحبها، وهي امرأة ساحرة. فإذا أمامك قصة حب وأمامك قصة النكبة، نكبة شعب، وبدأ وأنا أكتب أن الحب هو أكبر وأهم طريقة لمقاومة النكبة ومقاومة الاحتلال. ربما هذا أغرى قراء، ربما ليس فقط في العالم العربي بس في كل العالم. يعني رواية ترجمت إلى 13-18 لغة، بينها أحد اللغات الهندية. فربما هذا يفسر. الآن هلا كمان التفسير الآخر، إنه دائما يعني كل مرحلة من حياته الأدبية الواحد تلصق فيه رواية أو عمل. يعني بالقبل التصق في جبل الصغير، وبعدين التصق في غند الصغير، وبعدين باب الشمس، وهلأ تيرنس بيحكوا عن رواية كأنها نائمة، وبيخدموا عنا وترجموها وإلى آخره. وأنا أمل أنه هلأ رواية أولاد الجيتو سوف تأخذ مكانا شبيها بمكانة التي أخذتها رواية باب الشمس. شكرا جزيلا أستاذنا. السؤال الثاني، كما نعرف أن سعادتك وجدت فرصة لصداقة مع كتاب فلسطينيين كبار مثل محمود درويش وكذلك غسان كنفاني، فيعني هل يمكن تسلط بعض الضوء على علاقتكم مع هؤلاء الكتاب الكبار، وكيف أثرت علاقتهم معك على شخصيتك؟ هل هناك شيء يعني شيء جدير بالذكر لنا؟ شكرا. لا، هناك الكثير. يعني إذا نبدأ نذكر فلن ننتهي. يعني أنا كان عندي الحظ والشرف أني ألتقي غسان كنفاني قبل أن يستشهد، كنت لسه صغير يعني. ثم بالصدفة المحضر عملت في مركز الأبحاث، وهناك عمل محمود درويش، وأصبحنا أولا زميلين، ثم أصبحنا صديقين، ثم أصدرنا سوية مجلة شؤون فلسطينية، ثم بعدها أصدرنا مجلة الكرمة. وكان بيننا علاقة عمل وعلاقة صداقة وعلاقة محبة وعلاقة تبادل ونقاش، ومنهم وطبعا وكمان سنحت لي الظروف أن أصادق الأستاذ الكبير إدوارد سعيد الذي علمني الكثير، وأن ألتقي مرات لا تنتهي
جبر إبراهيم جبرة وأمير حبيبي اللذين أيضا تعلمت منهما الكثير. شوف عندما تلتقي أو تكون مع شخصية من هذا النوع تكتشف أن العملية الأدبية هي عمل، هي شغل، هي جهد، ليست فقط موهبة ولكن هي جهد وهي تفاني وهي انصراف كلي. إن كان غسان كنفاني دفع حياته ثمنا، دفع دمه ثمنا للحبر الذي كتب به، أو كان إدوار سعيد يلي لعب دور أساسي ببلورة فكرة فلسطين، أو كان محمود درويش يلي كتب فلسطين، يلي كتب فلسطين بأشكالها الأرقى والأنقى والأجمل. فمحمود طبعا أكثر واحد في علاقة خاصة معه كان محمود، يلي أنا كنت يلي أنا حافظ شعره أكثر منه يعني. كنا نتمازح مرات وأنا أقول الشعر غيبا وهو لا يحفظ الشعر غيبا، ولكن الهم الأساسي هم التجديد والتفكير العميق والبحث عن وسائل التعبير كان هو الهم الغالب. أنا طبعا لولا هؤلاء الأساتذة ممكن ما كنت تعلمت شيء، هني علموني، هني كانوا زملائي وأساتذتي ومنهم تعلمت الكثير، ولهم الفضل الكبير في تكوين شخصيتي الأدبية، ولهم الفضل الكبير في نشر يعني في نشر أعمال الأولى، إن كان بالترجمة مثل إدوارد سعيد أو كان باللغة العربية، وفي تشجيعي وفي إبداء ملاحظات مرات قاسية، ولكن كان كلها لخدمة أن أصل إلى صوتي ولغتي الخاصتين. وهذا تم طبعا في هذا الإطار. هلا طبعا كنا نحن ببيروت، أتكلم عن بيروت أوائل السبعينات، كنا جو إبداعي مليان نشاط وحيوية وأفكار جديدة، إن كان بالأدب أو بالشعر أو بالرواية أو الفن التشكيلي أو بالموسيقى أو بالغناء، كان في جو مثل جو نهضة جديدة تتبلور. وأنا من حسن حظي أني ولدت أدبيا في رحم هذه النهضة. شكرا جزيلا. والسؤال لا 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 الأخ أشرف أخلاق الآن الآن نفتح الباب للآخرين. أنت إن شاء الله كان سؤال مختصر أستاذي، كان سؤال مختصر في الأخير، في الأخير إن شاء الله دع الآخرين، دع الآخرين ليسأل. الأستاذ نسيم لو سمحت عندي سؤالين بسيطين. طيب أهلا، اهلا وسهلا. اهلا بكم الاستاذ الياس خوري. اولا عندي سؤال شخصي، هل لكم علاقه اسريه بعائله الخوريين المشهورين وهم كثر؟ رشيد سليم الخوري المعروف بشاعر القروي وبشار الخوري، وهناك احد الفائزين بجائزه نوبل مقيم في امريكا، لا أستحضر اسمه. عائلة الخوري مشهورة جدا في لبنان. هذا سؤال شخصي، هل لكم علاقة شخصية أو عائلية مع الخوريين؟ ثانيا هناك سؤال يجول في خاطري دائما بل ويتملكني أحيانا، هو طبيعة العلاقة بين الفنية في الأدب والإيدولوجية أو الهم الإيدولوجي أو السياسي. فما هو المسلم به أنه كلما يطغى السياسي على المبدع يؤذي الإبداع،
البارحة كان لنا لقاء مع نبيل سليمان وهو أيضا تحدث نفس الشيء وهو معروف. معظم الكتاب الفلسطينيين الذين كتبوا الرواية وعلى رأسهم رائد الروائيين الفلسطينيين غسان كنفاني برواياته رجال في الشمس وعائد إلى حيفا وأم سعد وإيميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا، هؤلاء روائيون متميزون كلهم خاضوا غمار النضالي والكفاحي وأخرجوا روايات من غمار التجارب الحياة تحت الاحتلال. ألا يفقد هذا عنصر المفاجأة والدهشة؟ لأن القارئ منذ اللحظة الأولى يعرف ماذا سيتوقعه من القصة ومن الرواية. فما رأيك في هذا؟ نعم، أولاً سؤال أول، للأسف لا ما عندي عن القارئ. عائلة خوري هي عائلات ليست عائلة واحدة، هي الخوري مهنة كما تعلم، يعني باللغة الدارجة الخوري هو الكاهن، الكاهن المسيحي، وواحد يكون أحد أجداده، جد بعيد يعني كان كاهناً، فتلقب أولاد الكاهن بأولاد الخوري وبعدين يصيروا عائلة خوري. فعائلة خوري هي عائلات متنوعة ولا تمت بصلة القرابة إلى بعضها البعض على الإطلاق. فللأسف ما عنديش علاقة شخصية ولكن عندي علاقة روحية، مش بس مع الأخطل الصغير بشارع الخوري، يعني شاعر عظيم، أو مع رشيد سليم الخوري الشاعر القروي. عندي علاقة روحية كبيرة مع 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 يعني هذه النقاب الفنية والأدبية، وأنا أعتز أنه نحن من عائلة واحدة، بس نحن فعليا مش من عائلة واحدة للأسف الشديد. النقطة الثانية، لا أريد أن أمزج بين الإيديولوجيا وبين الهم الاجتماعي السياسي. الإيديولوجيا إذا كان الأدب في خدمة إيديولوجيا، يعني في خدمة تيار سياسي محدد، طبعا هذا يسيء إلى الأدب. يعني إذا كان الأدب يبشر، يعني يخوض معارك تفصيلية باللي بيسموه بالإنجليزي real politics، وسقط الكثير من الأدباء في هذا الفخ. ولكن إذا كنا نتكلم عن الهم، فأنا برأيي كي تعبر عن الهم، وخاصة إذا كان هما كبيرا كالهم الفلسطيني، وهذا ما فعله أنا أعتقد غسان كنفاني وإميل حبيبي وجبرا ومحمود درويش وآخرين، كي تعبر عن هذا الهم الكبير يجب أن تكتب أدبا عظيما. لا تستطيع أن تعبر عن الواقع بأشكاله وبتلاوينه المختلفة إلا إذا كتبت نصا له مستويات مختلفة. فالهم كل الناس عندها هم، أن تعرف حدا ما عنده هم؟ الإيديولوجيا بحث آخر، أن تبشر بفكرة وكذا. هذا التبشيرية في الأدب والأدب الجدنوفي يلي تعمم بفترة الديكتاتورية الستالينية الاتحاد السوفيتي، هذا أدب يعني ثبت أنه أنتج أدب بلا معنى، هذا لا ينتج أدبا. ولكن الأدب مجبول بالهم الإنساني، بالسؤال الإنساني. فهذا أن تكون مجبولا بالسؤال الإنساني وكمان تعبر، أنا لا أقول عنه بل أن تعبر فيه، أن تعبر به، يجب أن تمتلك أداة أدبية متميزة. يجب يعني حتى تكون أنت كاتب تكتب عن فلسطين أو تكتب عن الحرب مثل الحرب الأهلية اللبنانية أو تكتب عن الواقع اليوم بالمشرق العربي أو عن كل التجارب الكبرى بالعالم، في تجارب كمان يعني كل العالم كل الشعوب مرت بتجارب، يجب أن تمتلك القدرة على التعبير بشكل راق وممتاز ومتعدد الأصوات، ويجب أن تمتلك التواضع لتفهم أنك لست مبشرا، أنت شاهد. الإيديولوجي الأديب الإيديولوجي يبشر بينما الأديب يشهد، نحن شهود
على زمننا، شهود في زمننا، وبالتالي الكلام عن فصل الأدب عن الهم السياسي أنا رأيي كلام منه حقيقي، لأنه الإنسان إذا بتاخد إنسان اليوم عايش بفلسطين، عايش بالشيخ جراح، محل في كل يوم تأتي الإسرائيليين ويصادروا بيتا ويدمروا بيتا ويطردوا الناس، يعني وبده يكتب أدب. كيف يكتب أدب؟ بده يكتب عنا عم بيعيشوا، ما في يكتب أدب بمعزل عن ما يجري، ولكن أن يكتب أدب عن ما يجري بكل تلوين الإنسانية شيء، وأن يكتب أدب تحريضي من مستوى واحد شيء آخر. الأدب التحريضي من مستوى واحد لا قيمة له، أما الأدب الذي ينقل التجربة بأعماقها فهو الأدب. هكذا الأدب الإنساني أعظم الأدب. شو أعظم؟ بدأ الأدب بإلياذة هوميروس. شو إلياذة هوميروس؟ حرب، يروي عن الحرب، يعني انطلق من رواية واقع عاشته أثينا وسبارتا، وانطلق من رواية هذا الواقع ليبحر عميقا في الذات، في الذوات الإنسانية وفي الروح الإنسانية. فأنا بتقديري هذا الفصل أولا وهمي، إخضاع الأدب للإيديولوجيا تدمير للأدب، اعتبار الأدب مفصول عن الزمن تبعه، لا ينتج أدبا، ينتج تزويقا، ينتج ممكن جماليات فارغة من المعنى، ولكنه لا ينتج أدبا. شكرا. شكرا لكم. الأستاذ، ما هي الشخصيات التي تأثرت بها سعادتكم؟ تأثرت يا لطيف، خليني ما تأثرت، يعني أنا في داخلي أولا في الأدب العالمي أنا تعلمت كثير، يعني أنا تلميذ، قلت كما قلت، أنا رأيي إنه الكتاب الأعظم كتاب تاريخ الأدب هو ألف ليلة وليلة، وهو الكتاب الذي هو مرجعي الأدبي الأساسي، ولكن أنا قرأت وتأثرت بكبار الروائيين بالأدب الروسي بتولستوي ودوستويفسكي، بالأدب الفرنجية وخصوصا بفلوبير اللي هو أستاذ كتاب الروائية الأول ربما في العالم، تأثرت بالأدب الحديثي بمارسيل بروست وديال جويس، حبيتهم كلهم كلهم كلهم، تعلموني ألبير كاميو، جون بول سارتر، صادق هداية، أدباء جنوب أفريقيا، كويتزي، يعني تعلمت الكثير من أدباء العالم ومن أدباء العرب. طبعا أدباء العرب هذا تحصيل حاصل، يعني نجيب محفوظ، السياب، الشاعر العظيم العراقي العظيم بدر شكر السياب، توفيق يوسف عواد، كل هؤلاء بالأخير هني أنا، يعني أصبحوا جزءا مني. فأنت تعرف الأدب، كل أدب هو تلخيص لكل الأداب التي قبله. هكذا تعلمنا من المتنبي. ما هو المتنبي غير هذه الموهبة الخارقة التي لم يولد مثلها في العالم؟ غير هذه الموهبة الخارقة، المتنبي لخص معرفة الزمن. لشان هيك التهى النقاد الكارهين المتنبي بالبحث عن سرقات المتنبي في كتب كاملة. أكيد أنتم كلكم يعني اختصاصيين في الأدب العربي تعرفون هذه السيرة الفظيعة عن سرقات المتنبي، ولكن المتنبي لم يكن سارقا. المتنبي أعاد صوغ معارف عصره، فكل كاتب يختزن في داخله كل كتاب العالم. نعم، شكرا، جزاكم الله خيرا. نسيم سامبي بيتنا
تفضل تفضل يا استاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انا من هذه الجامعه، فقبل ان اطرح عليكم السؤال ارى لزاما علي ان اجدد ترحيبي بكم وشكري لكم على هذه المحاضره الفضه التي استفدنا منها استفاده موفوره، واتمنى ان يكون هذا اللقاء بدايه للقاءات العلميه الثقافيه الاخرى. اما سؤالي فعندي خط ضعيف، فكان انا فهمت انتم تكتبون روايه اولاد غيتو، فكلمه غيتو هي كلمه انجليزيه لها مدلول خاص وبالاحرى مدلول ثقافي يفهمها الناطقون بالانجليزيه او الذين عاشوا او يعيشون في مثل هذه المناطق. فسيدي عندما انت تكتب هذه الروايه للناطقين بالعربيه الذين ليس لديهم ادنى فكره عن غيتو ولا توجد مترادف لهذه الكلمه في العربيه، فكيف هم يتلقون او يفهمون هذه الروايه؟ اذا صح سؤالي فارجو منكم. أولا أهلا فيك وأنا أشكرك وأنا سعيد بهذا اللقاء ولي الشرف يعني أن أكون معكم. ثانيا يعني سؤالك بليغ جدا ومهم وخطير، وطرحت على نفسي هذا السؤال قبل أن أعنون الرواية اللي أعملتها، أنه العنوان الصغير هو أولاد الجيتو والعنوان الكبير للجزء الأول هو اسمي آدم والجزء الثاني هو نجمة البحر والجزء الثالث اللي سيصدر قريبا إن شاء الله هو رجل يشبهه. فكرت كثير بالمسألة، ثم فكرت إنه القراء العرب مش أفضل من أهل اللد. أهل اللد الذين بقوا في اللد بعد الطرد الكبير الذي تم، وهم حوالي 1000 واحد قسموا إلى مجموعتين. أهل اللد وضعوا في أقفاص محاطة بالأسلاك الشائكة ومقفلة الأبواب، وقال لهم الجنود الإسرائيليون هذا الجيتو، ولم يفهموا معنى الكلمة، ثم اعتقدوا أن الجيتو هو اسم للحي العربي، ولم يربطوا الجيتو بتاريخ الاسم. هو الجيتو هي كلمة يفهمها القراء الإنجليزية ويفهمها القراء الفرنسية يعني أوروبية، هي كلمة أوروبية لأنه كان في جيتويات يعني معازل لليهود في كل المدن الأوروبية على عكس المدن العربية والإسلامية اللي ما كان عندها شيء. فأهل اللد ما فهموا شو يعني جيتو، ثم صاروا بحكم الأمر الواقع هن أولاد الجيتو اللي عملوا الإسرائيليين. وحتى الآن يعني أي حدا يستطيع أن يسافر إلى فلسطين المحتلة إلى مطار اللد، هو أساسا اسمه مطار اللد اللي مسمينه الإسرائيليين مطار بن غوريون، تحط بك الطائرة في مطار اللد، تنزل وتأخذ سيارة تاكسي وتقول له إلى اللد خذني إلى جيتو العرب. حتى الآن، الآن ما بقى في جيتو يعني الأسلاك الوزيرة طبعا، حتى الآن فالسائق يأخذك إلى الحي الذي كان جيتو العرب، جيتو الفلسطيني. فالاسم يعني ما قام به اليهود، وهذه فكرة العنوان وهذه فكرة الرواية بشكل عام، ما قام به اليهود هو أنهم حولوا الفلسطينيين إلى يهود اليهود. هذه هي المفارقة الكبرى في المسألة الفلسطينية. اليهود الذين عانوا الاضطهاد من الأوروبيين جاءوا إلى فلسطين بحماية الحراب الأوروبية، بحماية قتلتهم ليقتلوا سكان فلسطين الأصليين، واللغة التي استخدمت ضدهم من قبل الأوروبيين استخدموها ضد الفلسطينيين. هذه واحدة من أفظع وأشنع مفارقات التاريخ. من أجل ذلك أصريت على أن أضع في العنوان كلمة جيتو. وأنا معك، أنا أفهم ما تقوله وأقدره، ولكن لست أنا ولا أنت ولا أي قارئ أفضل من سكان اللد الذين عاشوا تلك التجربة المرة باسم لم يكونوا يفقهون معناه. والسلام. شكرا سيدي، شكرا.
سيدي لدي سؤال وهذا سؤال اجتماعي وسياسي ولا أدري هل يتعلق بكم. كما نعرف أن البلاد العربية لديهم حكومة إسلامية وكذلك لديهم ثقافة وتقاليد إسلامية عميقة، وبهذه التقاليد وهم ينتقدوا التأليف الأدبية في البلاد العربية انتقاد نقدا شديد عبر الدين وهذا هو طبيعة في مصر ومغرب كما نرى. ولكن في لبنان كما قرأت لدى في لبنان ماذا يمكننا أن نرى طبيعة ديمقراطية والهجية الإبداعية أكثر ماذا من بلاد العربية الأخرى. وكيف أحسستم بهذه الاختلاف الاجتماعية السياسية في إنتاجكم الأدبي؟ وهل ماذا واجهتم أي أزمة أو ضيق في إنتاجكم الأدبي بهذه الأحوال السياسية والثقافية؟ شكرا على السؤال. أولا بس للتوضيح، الحكومات العربية ليست حكومات إسلامية، حكومات عربية حكومات يديرها مسلمون ولكنها ليست إسلامية. والقانون في العالم العربي هو بالعدل من عدل المملكة العربية السعودية يعني ما عندها دستور، ودول الخليج التي تعيش بلا دستور، القوانين هي قوانين وضعية يعني قوانين عادية مثل أي دول في العالم. ولكن هناك اتجاهات لاستغلال الدين للقمع مثل استغلال أي شيء للقمع. يعني لما عندك نظام عسكر عسكري بوليسي أو نظام ديكتاتوري يستغل شعبه فيريد أن يلهي شعبه بأشياء أخرى كي لا يرى الناس الكارثة التي هم فيها. واحد أشكال هذا هو استخدام الدين، وهذه ليست خاصية إسلامية أو عربية بالمناسبة، هذه موجودة في كل الأديان وفي كل دول العالم، والآن موجودة في الهند. يعني أنتم كنتم تخبرون عن الهند. فاستخدام الدين للقمع يلي هو مخالف لجوهر الدين، يلي هو استغلال الدين، يلي هو تحويل الدين إلى أداة بيد السلطة بدل ما تكون العكس، هذا هو بيعمل القمع. فإذا أنا شخصيا أنا لا أشعر، أنا لم أتعرض يعني لهذا النوع من القمع، لأنه أنا لم أنشر إلا في بيروت، كتبي في بيروت، وفي بيروت هذا غير موجود على الإطلاق. هناك رقابة بعد النشر وغالبا لا توجد رقابة، يعني في يجوز أن تصير رقابة إذا حدا رفع دعوة على الكتاب فيخضع للرقابة، بس عادة لا تحصل رقابة إلا نادرا وإلا بتحريض، يا أما من دار الفتوى الإسلامية، يا أما من المكتب الكاثوليكي للإعلام، يا أما من المسيحيين يا أما من المسلمين، وهذه نادرة حتى القضاء يعني يستمع لها. أنا أعتقد أن حرية الكتابة وحرية الرأي هي أساسية، والحقيقة ليكون واحد عادل تاريخيا، عرفت مصر يعني مصر كتب فيها في الشعر الجاهلي لطه حسين، كتب فيها الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازي، مصر كانت منارة للثقافة العربية قبل أن يأخذها الانحطاط، والانحطاط ليس بسبب الدين الإسلامي، الانحطاط بسبب الاستبداد، قبل أن يأخذها الانحطاط إلى هذا الدرك التي هي فيه، وخصوصا بعد توقيع اتفاقية الكام ديفيد وهي اتفاقية العار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. فأنا أعتقد أنه استخدام الدين الذي هو معادل للدين في الجوهر لا يستطيع أن يقمع الثقافة والأدب.
الثقافة والأدب هي حاجة إنسانية كالتنفس. أنا دائما بشبه الأدب بالمرآة، هل نستطيع أن نعيش بلا مرآة؟ اسألوا نفسكم، هل يستطيع الإنسان أن يكون بلا مرآة؟ يعني طبعا قبل اكتشاف المرآة اللي هو من ألف سنين، صار من أيام يعني الكنعانيين كانوا الناس يتمروا بالمي. لا تستطيع أن تعيش بلا مرآة، الأدب هو مرآتك. فأي هل نستطيع أن نقمع الماء؟ يعني بضربه بالمي طيب أوكي بعدين. فبالتالي أي محاولة لقمع الثقافة والأدب هي محاولة محكومة بالفشل. وأنا الحقيقة بالأخير آخر نقطة، أنا جاي من ثقافة عربية إسلامية، يعني نحن الإسلام جزء من ثقافتنا، أنا مش مسيحي كما مبين من اسمي. طبعا أنا لست مسلما، ولكنني بالعمق قراءتي للثقافة العربية هي أنها ثقافة، أن الإسلام جزء أساسي من المركب الثقافة العربية. ولا تستطيع أن تفهم الثقافة العربية إذا لم تفهم المركب الإسلامي الذي فيها. مشان هيك أنا بالجامعة بقول للطلاب يقروا القرآن، وأنا بعلمهم مثلا لما بعلمهم البلاغة بعلمهم سورة النور، يلي هي أنا في رأيي الذروة في البلاغة الأدبية. لا يوجد بلاغة أدبية تضاهي الله نور السماوات والأرض مثلا نوره إلى آخره كما تعرفون أكيد. هاي أعلمها لأعلمهم البلاغة. فثقافتنا مجبولة بهذه الحضارة العربية الإسلامية التي هي جزء من الحضارة العربية، وبالتالي كل الكلام عن الإسلام أنه الإسلام سبب التخلف والإسلام كله أنا بالنسبة إليه بلا معنى. الإسلام هي الثقافة أنتجت أعظم المفكرين والفلاسفة عندما كانت في ذروتها. الآن نحن في مرحلة انحطاط بسبب الاستبداد والاحتلال والقمع الذي نتعرض له، ولكن لسنا محكومين بالانحطاط ولسنا محكومين بأن نبقى هنا. نحن الثقافة العربية الإسلامية والثقافة والمتعددة، لأنه دائما كان بالثقافة العربية الإسلامية في أصوات غير إسلامية، في أصوات نصرانية من الجاهلية للآن، من امرؤ القيس يعني إلى أبو تمام اللي هو نصراني اللي هو أحد كبار شعراء العصر العباسي، للسموئل اللي هو يهودي، لثقافة الأندلس اللي فيها يهود ومسلمين ونصارى. ولكن هذا المركب الواحد هو مركب كبير وعظيم، وصنع ثقافة ناصعة في تاريخ البشرية. نعم. شكرا أستاذي. ولدي سؤال آخر عن الترجمة. وعندما أترجم كتب لمفكر أو لمؤلف وأحببت ذلك الكتاب كثيرا، ولكن بعض تأليفاته أو بعض أفكاره يختلف من أفكاري ولا يمكنني أن أوافق معه، وكيف يمكنني أن أتجاوز هذه الأزمة عندما أترجم كتابه؟ أي علي، هل يجوز علي أن أترجم كتابه بوقوف ماذا ليبرالية أو لا؟ أنا رأيي تترجم كتابه، هو تكتب مقدمة تقول فيها رأيك. إذا كنت معجبا بكتاب وتريد ترجمته ولكن تختلف مع المؤلف في بعض الأشياء، تترجم الكتاب كما هو باحترام شديد لحرية الرأي، وتكتب يا مقدمة يا تسجيل تقول فيه رأيك الفعلي. إذا كنت يعني هل قد إذا كنت كثيرا يعني تختلف معه بشكل جذري في بعض المواضيع. ولكن أنا رأيي الترجمة، تعرف الثقافة العربية صارت ثقافة عظمى في العصر العباسي مع الترجمة. بالأخير الثقافة هي ترجمة. لما بقول لك ألف ليلة وليلة هو أحسن أعظم كتاب عربي،
دعنا أقرأ ألف ليلة ليلة. ألف ليلة ليلة هندي وعربي وصيني. ألف ليلة ليلة هو ملخص لثقافات العالم القديم ويجري في بغداد وفي دمشق وإلى آخره. فالترجمة هي باب للمعرفة حتى لو كانت مختلف. يعني لما الفلاسفة العرب لما أبرشت شرح أرسطو، هذا لا يعني أنه يتبنى فلسفة أرسطو، ولكن هذا يعني أنه يحترم فلسفة أرسطو ويحترم الجهد العلمي والفكري والفلسفي فيها ويحترم المنطق، ويجب أن يكون هذا سلاح بيد الثقافة العربية. فالترجمة ضرورية، وفي حال كان في خلاف جذري ممكن يعني واحد يحط مقدمة والفيع أنه مختلف مع المؤلف، بس أنا تركت رأيه مثل ما هو لأنه هذا من قوانين احترام الآخر. نعم. شكرا بإذنكم. بإذنكم سعادة الرئيس، لدي سؤال يتعلق بإحدى رواياتي التي أحببت أن أقرأها ولكن لم أستطع أن أقرأها، وهي رحلة غاندي الصغير. سؤالي يتعلق برحلة غاندي الصغير، هل استخدام غاندي فيه رمزا؟ لأنني لما أقرأ هذه الرواية لو قرأت لو قرأت ما كنت سألت. غاندي لا مش رمز، غاندي عمليا هو بطل الرواية، هو ماسي عهدية فقير يمسح الأهزي أمام الجامعة الأمريكية في بيروت، وزبائنه هم أساتذة الجامعة، وهو قصير القامة وأسمر ويشبه غاندي، فسموه غاندي. يعني الأساتذة أطلقوا عليه اسم غاندي وما اسمه غاندي، ما له علاقة غاندي ولا من قريب ولا من بعيد، ولكن أطلقوا عليه. لا علاقة له بغاندي من حيث رمز غاندي. لا ما في علاقة بالرمز الغاندي أبدا. في علاقة إذا بدك إيه بمعنى ما، بمعنى إنه غاندي هو شخصية ملك كل الأمم، غاندي هو رجل عظيم، هو ملك كل الشعوب، هو ملك كل الثقافات. وأنا بحس إنه غاندي عربي يعني مثلي، يعني حتى لو ما كان عربي، لأنه النموذج اللي قدمه غاندي نموذج عظيم في مقاومة الاحتلال البريطاني، نموذج مقاوم. بس انه اكثر من هيك ما في، يعني انا مني رمزي، انا ما بكتب ادب رمزي، انا بكتب ادب غير رمزي، انا بكتب ادب. ثم فيما يتعلق بالواقعيه السحريه كما كتب بعض النقاد، ان في هذه الروايه توجد عناصر الواقعيه السحريه. هذا راي النقاد. راي الواقعيه السحريه هي يعني بأمريكا الجنوبية، يعني جابرييل غارسيا ماركيز وآخرين، ماركيز وبورخيس وكورتازار. نعم بورخيس، يعني الأستاذ بورخيس. هي إذا بحد بيقرأ بورخيس أهم، أحد من أهم خبراء العالم في ألف ليلة وليلة. الواقعية السحرية تبع أمريكا الجنوبية هي تفصيل، هي فوتنوت، هي هامش في ألف ليلة وليلة. فهم يستوحون ألف ليلة وليلة، فنحن لسنا بحاجة إنه نعمل واقعية سحرية مثلهم. نحن بحاجة، نحن هذا التراث، تراثنا، هذه ثقافتنا، هذا تاريخي الأدبي. أنا مش استلهمت مركز، أنا استلهمت تاريخ الأدبي. و و و والفرق بيننا وبين الواقعية السحرية، بيني أنا كما أنا أرى نفسي وبين الواقعية السحرية كبير. الواقعية السحرية في قراءة للماضي بعين عالم الأنثروبولوجيا، بعين النوستالجيا والحنين. أنا لا، أنا أرى الحاضر هكذا، أنا أقرأ الحاضر ولا أقرأ الماضي، لا أريد أن أعود إلى ماضي. مشان هيك الغرب أحب كثير الواقعية السحرية، لأن الواقعية السحرية بدت وكأنها ماضي الغرب. هيك كان العالم، هيك كان أوروبا بالعصور الوسطى، وهذا غير صحيح. نحن نعيش حاضرنا، حاضرنا كما هو ليس ماضي أحد، هو جزء من تجربتنا، وهذا الحاضر نكتبه بلغة هذا الحاضر. نسيم سابق عليك سؤال، مجھے بھی اجازت دے دیں.
تفضل يا استاذ. سيدي هذا السؤال الأخير، أنا لاحظت وقد تكون ملاحظتي خاطئة، وهي أن معظم المثقفين العرب المعاصرين الذين يتلالؤون في سماء الأدب العربي في الوقت الحاضر هم درسوا في الجامعات الغربية ونهلوا من مناهل غربية. هل هذا يعني أن اللغة العربية وأدبها ضعف إلى درجة في البلدان العربية لم يعود قادرا على إلهام الكتاب والشعراء؟ ماذا رأيكم؟ أولا أنا أختلف مع هذا الرأي. هناك كثير من الأدباء من الكتاب يعني درسوا في الغرب، وهناك الكثير من الكتاب الذين لم يدرسوا في الغرب. إميل حبيبي لم يدرس في الغرب، محمود درويش لم يدرس في الغرب، جبر إبراهيم جبر درس في الغرب. يعني قصدي سيدي لم يدرسوا، إدوار سعيد يعيش في الغرب، كان كفي جمال الغيطاني المصري، جمال الغيطاني لم يدرس في الغرب، صنع الله إبراهيم لم يدرس في الغرب، لا لا التفقي الصعواد لم يدرس في الغرب. لا هذا غير صحيح. الثقافة العربية لا تحت، أنا نحتاج إلى كل شيء، أنا أحتاج أن أقرأ الأدب الغربي لأني أحتاج أن أقرأ كل أدب العالم، مش لأنه أنا مستعبد الأدب الغربي. مثل ما مثل ما بقرأ الأدب الهندي، مثل ما بقرأ الأدب الصيني، مثل ما بقرأ الأدب الياباني، بقرأ أدب الأفريقي. أنا بحاجة لأقرأ الأدب لأنه الأدب هو تجربة، أنا رأيي هناك تجربة إنسانية عميقة واحدة، الإنسان واحد، كلنا من آدم وآدم من تراب، فنحن واحد وبالعمق تجربتنا واحد. من هيك بقرأ الأدب الأخرى، بس أنا ما بقرأ لأنه أنا مصاب بال يعني بالاستلاب أمام الثقافة الغربية. نحن في معركة مع الاستعمار الغربي، مع الاستعمار سواء كان غربي أو غير غربي. نحن في معركة مع الصهيونية اللي هي نتاج، اللي هي أسوأ نتاج أنتجته الثقافة العنصرية الغربية. نحن في صراع دموي معهم ونقاتل. فالكلام أنه لم تعد ثقافة الغربية هذا مستحيل. هلا طبعا في مشكلة اليوم، يعني منذ 20 سنة يمكن، منذ يعني عقدين من الزمن، مع تحول الدكتاتورية إلى نظام شامل في العالم العربي الذي وهو يدمر التعليم العام، التعليم، وهو يدمر التعليم، في خطر اليوم من الاستبداد على التعليم، وهذا ما نحاول مقاومته بشتى الوسائل كي تبقى التعليم العام والتعليم الجامعي العام ملك الناس وملك الثقافة العربية. مستمعي الأعزاء، يبدو أنكم تريدون أن تسمعوا ضيفنا طول الليل، وأنتم تعرفون هناك نهار، فتريدون أن تستغلوا هذه الفرصة. فالأحسن أن نتوقف هنا وننتقل إلى رئيس قسم اللغة العربية وأدابها بالجامعة الملية الإسلامية أن يشرفنا بملاحظاته وبكلماته الرئاسية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، في الحقيقة كانت هذه الأمسية تجربة جميلة جمعتنا مع علم من علام الرواية العربية المعاصرة. وفي الحقيقة في هذا الوقت المحدد جدا قد استمعنا إلى آراء نقدية عظيمة، وفي الحقيقة لو يعني يمكن أن تكون هناك يعني 10 محاضرات حول بعض الآراء التي أدلى بها الأستاذ، وهي في الحقيقة تدل على عمق فكره وثقافته الأصيلة. وفي الحقيقة تعرفنا على هذا الكاتب البارز، وكيف أنه يستوحي من واقع الحياة، وكيف أنه يحمل
رسالة إنسانية يعيش من أجلها ويحامي القضية الفلسطينية القضية الإنسانية ويتفكر فيها ويقوم بتوظيف الأدوات الفنية لإبراز ملامح قضايا الإنسان، وهو كما تفضل أن الإنسان هو واحد سواء كان في الشرق أو في الغرب، وقضاياه هي قضاياه في كل مكان. وفي الحقيقة يعني جاءت هناك بعض هذه الملاحظات النقدية الأصيلة، حيث هو بدأ أنه آخر من يتكلم أو يحق له الكلام هو يعني النفس هو الكاتب، لأن الأعمال عندما ينتهي منها الأديب أو الفنان فهي تكون ملكا للقراء، وليس له أن يحتكر الحديث حولها، وإنما الآن يأتي دور القراء وهم كذلك شركاء في عملية القراءة، ويقومون طبعا بالاستخلاص النتائج، والقراءات تتعدد في كثير من الأحيان، ونحن نعرف هذا عن الشعر وعن الرواية وكذلك، ونحن عندنا مثل من الشعراء من أمثال إقبال ومن أمثال مرزا غالب الذين نجد أن النقاد قد ذهبوا مذاهب شتى في يعني في تحليل وفي التعبير عن آرائهم إلى مذاهب شتى، وكل والنصوص الأدبية والنصوص الشعرية يعني تتحمل أو تحتمل كل هذه الإمكانيات الدلالية والإمكانيات المعنوية. ففي الحقيقة الأستاذ كما نحن شاهدنا من معنى من حديثه يتماشى مع الحياة تماشيا حيويا وواعيا، ويعني وكما أن يعني في الحقيقة عرفنا عن أنه كيف يعني استمد من كتاب ألف ليلة وليلة، وكيف أنه يعتبر هذا الكتاب أعظم عمل يعني أدبي في تاريخ العالم. وفي الحقيقة نحن كم مرة هنا في جامعتنا عندما ندعو بعض السفراء الدول العربية، ف في إحدى المرات عهدهم كان يشكو من فقر اللغة العربية ومن فقر الأدب العربي، وهؤلاء الناس الذين في الحقيقة ليسوا مرتبطين مع أصولهم الثقافية ويعتبرون أنهم فقراء في الثقافة، بينما نحن نجد هذا الأستاذ العملاق وهو يشير إلى هذا الكتاب العظيم. فمعنى ذلك أن هناك فرقا بين القارئ وقارئ، وربما إذا كان الأستاذ في إذا كان القارئ مثل يعني قامة الأستاذ الكبير فهو يعني يعرف قيمة العمل الأدبي، مثل ما أن الصيرفية يعرف الفرق بين المعادن المختلفة. والتعبير عن الحاضر والواقع هو يتلخص يعني تجربته الإبداعية، ثم بعد ذلك هو تحدث عن الحب وكيف أن الحب هو أكبر طريقة للمقاومة. وفي الحقيقة جاءت هذه الملاحظات يعني بطريقة عفوية، ولكنها في الحقيقة فيها من عمق المعاني ما يستطيع الإنسان أن يخوض فيها ويستخلص النتائج في ضوء هذه الملاحظات يعني الفكرية العميقة. وكذلك عندما يقول الأستاذ أن الأدباء شهود على زمنهم طبعا، وكذلك الأدب رحلة في الزباد الإنسانية، وأن الأدب مثل المرآة لا يعيش الإنسان بدونها، فالأدب ليس شيئا يعني إضافيا أو شيئا هامشيا، وإنما من صميم ضرورات الإنسان. وفي الحقيقة نحن في هذه المحاضرة استفدنا من الأستاذ، وكانت لنا إطلالة
جميلة وعميقة للتعرف على شخصيته والتعرف على أعماله وكذلك آرائه الأدبية النقدية الأصيلة. ففي الحقيقة كانت هذه يعني هذا لقاء مثمرا جدا، ونحن في الحقيقة فخورون بأننا جلسنا وجها لوجه يعني على هذا المنبر الرقمي أمام هذه الشخصية العظيمة، ونحن سوف نستضيف الأستاذ في المستقبل كذلك. وفي الحقيقة نرجو أن نبقى على تواصل معه، لأن في الحقيقة هذه التقنية قد وفرت لنا مثل هذه الفرص، فسوف نستغلها. ونشكر الأستاذ على أنه يعني في الحقيقة تجشم أو أنه قبل الدعوة وتفضل بإلقاء الكلمة المتميزة العميقة والواعية عن الأدب وعن كل ما يتعلق بالأدب وعلاقة الأدب بالحياة وعلاقة الأدب مع الواقع. فكل هذه الملاحظات كانت كلها في الحقيقة مهمة، ونحن هو لخص لنا بعض هذه الأشياء ربما لو نقرأها في كتب، وجاءت يعني في ملاحظات بسيطة وفي حوار ودي وفي حوار مفتوح معنا مع الأساتذة ومع الطلبة في قسم اللغة العربية. وأنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الكبير على هذه الكلمة وعلى دعوتي على قبول الدعوة وتشريفه إيانا بهذا اللقاء. وكما أشكر الأخ أشرف أخلاق الذي هو كان همزة وصل بيننا وبين الأستاذ، وإن شاء الله سوف نتشرف باللقاء معه في المستقبل كذلك. كما يحلو لي أن أشكر الأخ الأستاذ مجيب الرحمن الذي يعني ما شاء الله تفضل بالحضور في هذا البرنامج وقد طرح بعض الأسئلة. وفي الحقيقة هو انتزعني سؤالا، كنت يعني أنا شديد الإعجاب بالشاعر القروي، يعني إنسانا ومفكرا وفنانا، ف يعني عندما أسمع عن أي شخص ينتمي لها يعني معه لقب ثوري، ف يعني دائما أريد أن أعرف هل هو له علاقة بالشاعر القروي، الشاعر الذي أنا أحبه كثيرا والذي أنا معجب بشعره وبآرائه في العروبة وتماسكه وبراءته ويعني وجمال يعني شعره وكذلك جمال شخصيته الأدبية. وكذلك أشكر جميع الأساتذة والباحثين والطلبة الذين انضموا إلى هذا البرنامج، وأكرر شكري للأستاذ الكبير إلياس خوري. إن شاء الله سوف نجتمعكم مرة أخرى. بس أزيد شيئا، أن هذه الجامعة اسمها جامعة ملية إسلامية، يعني أسسها مسلمون الذين كانوا نشطين في يعني الكفاح، حركة الكفاح ضد الإنجليز المستعمرين. ولكن الجامعة في تركيبتها تتكون من مسيحيين، ومن حتى كانت واحدة سيدة جاءت يعني يهودية جاءت من ألمانيا، وكان الناس يسمونها بالأخت الألمانية جرمان أبا، وهي كانت هي في الحقيقة وقفت حياتها لتعليم الطلاب في الجامعة، وهي موجودة وقبرها موجود في مقبرة المسلمين في الجامعة. وكذلك كان عندنا أستاذ وهو كان مسيحيا، وعرفت أنه كان يعني صارما جدا فيما يتعلق بتربية الطلبة الصغار، فكان الأستاذ عبد الحليم الندوي الذي كان الرئيس المؤسس لقسم اللغة العربية عندما كان طالبا في الجامعة، وكان هذا الأستاذ اسمه كيلات يأتي ليوقظه لصلاة الفجر،
وهو لم يكن يستيقظ، فقال خلني أنا لا أريد أن أصلي. فقال له قولته المعروفة: أنا سوف أكسر يعني عظامك إذا لم تستيقظ للصلاة. وفي الحقيقة يعني الجامعة، وكان ابن غاندي يعني زعيم الهند هو كان مدرسا في هذه الجامعة، ويعني جامعتنا كذلك لها مواقف إنسانية، وهي يعني في ربما لو يعني إذا عرف الأستاذ عن تاريخ جامعتنا فهو سوف يعجب بهذا التاريخ كذلك، ونحن رأينا في شخصه ما يجعلنا نحبه أكثر وأكثر ونعجب بشخصيته الإنسانية وبآرائه الإنسانية النبيلة. وفي الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بس أنا بدي أشكرك، بدي أشكركم كلكم فردا فردا. الحقيقة لقد أخجلتموني بلطفكم وبهذه الندوة وبالتحضير، وكانت الحقيقة مساحة للقاء ومساحة للفرح. دائما عندما نتعرف على أشخاص جدد نفرح بهم ونتعرف من خلالهم على أنفسهم. شكرا لكم فردا فردا. أوكي أستاذي، مع السلامة، إلى اللقاء قريبا إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.